حلقة جديدة من سمور زعتر بتبلش. حتى ريحتها كتير حلوة، الشو كتير حلو، عم بيقصها مثل الزبدة، لحمتها كتير طرية. حتى ندوق وعطيكم رأيي. نكست صار بدها برجر بعد ما اكلنا برجر بغداد. طلع قديش كبير، وين في برجر هالقد كبير؟ أهم شيء كوك زيرو صغير، ما بيقدر، وشوي زيت. ويت وايبس هون. هذه كانت ماركة ميحة. ويت وايبس تنظف من بعد البرجر واللحمة والشحمة والقص والكباب. محارم جيبسي لبناني في منه هون. كافيه نجار هون، ما كنت عارف. صانع في لبنان. صار معنا قد ايه تنبلش الحلقة. بيسألوني الناس فسرنا وخبرنا شو بتعمل بغداد، بقول لهم اكل طيب، الناس طيبين، الشعب بياخد العقل، عندهم لقمه ولا اربع من هيك، وبقضي جمعه رائعه بنبسط فيها كتير، وبرجع لبنان الضحكه على وجهي. بدكم برهلكم؟ يلا حلقه جديده من سمور زعتر بتبلش هلا. هو اللي بيقدوا على القد، مسقعين للاسبوع. رجعنا، نورنا، رجعنا. مرحبا بيك استاذ. بلش فوت بالجو. رجعنا يا بغداد، رجعنا. حلو كتير، ألوانه كتير حلوين، عندهم زيتون، عندهم كبيس، وعندهم جبن، جبن مرتب كتير، أغلبيتهم أو كلهم برات البرات، لأنه الجبن العراقي بحطوا له ملح كتير. أول شيء نبلش بالجبن المبستر، بعدين عنا جبن غنم، بعدين نطلع لهون على الجبن التركي، لقينا السكين هون، هيك ندوق. جبنة بتضل برات البرات، بتفوت النظر. قاسية ميتها برا، طعمتها كتير طيبة، لوحتها كتير قوية، مع شوية عسل على الوجه. مالح حلو رائع. هيدا نجرب، هاي اطرب كثير ولا شيء، ولا ملح ولا حلو ولا شيء ولا شيء، مكفي. هيدي شوي مثل الحلوم، تعلق كاوتشوك شوي، ما انا مالحه طيب. لا طيبين، كنت نقزين صدوقهم بالسوق، كنت عطلان هم هيك حاطينهم برا وضربتهم الشمس، بس هون محل مرتب، الاي سي غطا. طيب حتى نعمل بالمي، الالوان كتير حلوين.
خلينا نظهر شوي من الجبنة. هيك محل مرتب ونظيف. هيدي اسمها سجق، بتجي من برا. هذا كارتا من تبع ارمينيا، ملبن تبع صيدا. ها؟ طيب كثير هاي. أول مرة بشوفهم. نمشي أكل حقها. هاي كثير طيبة. كثير 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 طيبة. كثير طيبة. قمر الدين عراقي. مشمش. هاي؟ رغيف خبز لبناني بنحط عليها شوي جبنة بنلفها. يعني هيك شي كتير قوي. حبيته على المحل، كتير حبيته على المحل. أول اختبار مع العسل العراقي ما كانت كتير منيحة. بالأسواق هيدا عسل، هيدا عسل، والشمع تبعه تعالكو طبيعي بينبلع. بسطتهم. يا جيمر كتير كتير طيب، محطوط بالبراد لأول مرة. جيمر بالبراد منه عشطة. وهاي اللبن طعمة الحليب الدسم الدسم الدسم. حليب كأنه حطيتوه شلتوا منه كل المي، ودسامة الحليب يعني كأنه عم تشربوها من البقرة دغري. كريم الأكل المزبوط، الأكل المزبوط، مش الشعبي، مش على الطريق، مش ضربته الشمس، الأكل المزبوط. البراد، الجبنة، الغنم الرائعة المحطوطة بالملح، الكبسات الغير شكل، السجق اخوات. وهن كتير طيبين، كتير كتير طيبين، ما بدو يتصوروا، بس هني ولا أطيب من هيك. فوتونا على المطبخ، رائعين. هيدا المحل ما تنسوه. عندنا اولا برياني، بهارات الدولمة، بهارات الكبة، بهارات القيمة. هن كلهم خلطات؟ خلطات. احنا هون وانتو بتعملون؟ احنا هنا خلطاتنا بالمحل. عظيم. هاي خلطات خاصة بمحلنا احنا على طاليات التاج. طيب البهار، البهار الاساسي اذا حدا من اليوم ست بيت بدك تستعمل البهار، هي تركبهم وحده وحده. شو في البهار اللي ببغداد معروف؟ مثلا بتستعملوا بهار اسود، بتستعملوا بهار ابيض، بتستعملوا؟ عندنا بهارات فلفل اسود اللي هذا مطحون ابيض، هاي الخامه مالته، هاي الكزبره، هاي كمون. بس الخلطات اللي يستعملها العراقي اساسي هاي، هذا شوي، مندي لحم، كباب عروب، برياني، سبع بهار، دجاج. هاي الخلطه خاصه محلنا. سبع بهارات شو فيها؟ خلطه. ايه بتعرف شو هن السبعه؟ كبابه، دارسين، فلفل اسود، لاني مال تشريب دجاج ولحم. حتى عندكم انتم بهارات صغار يعني بالخصوص لمحلكم مع لوجو المحل. هذه الخلطه خاصه محلنا. هيدا شو؟ قوزي. تستعمل تشريب الدجاج يعني تشريب اللحم. اذا حدا جاي جديد او شي ست بيت بدها تبلش طبخ ما بدها شيء، بتاخذها مثل ما هي، ما بتوجع راسي ابد. عظيم. هينا فينا نصير طباخين بكره الصبح. يعني الشاي اللي عم ندوقه نحن على الطرقات او كثير مشهور هون، هيدا هو. هاي خلطه سيلاني درجه اولى. ما في هول طبعا سوبر ماركت اللي بيجوا بالقماش. شاي مزبوط سيلاني درجه اولى. حلوه. بهارات من جميعها، بقدر اقضي نهار كامل هون. والوانه حلوين، مرتب، نظيف، عظيم. حتى تشوف الطحينيه او الراشي، راشي اذا بلشت معك. سمسم عراقي.
راشي من سمسم عراقي بينزل دغري مطحون على الحجر سخن شوي فيه حليوة حلوة مرورة خفيفة بالآخر كتير منيح للصحة. كتير حلو المحل كتير كتير حلو المحل honestly ما كنت منتظر ابدا يكون في شيء هالقد حلو هون موسيقى حلوه الديكور حلو واللحمه بتشهي حماس ماكسيم مبسوط اول شيء الشيف اللي موجود هون اللحمه بتشهي المحل كتير حلو ووعدني رح فوتنا عنده على المطبخ تنطبخ سوا ايه زي ميت بوز كاساب ميت بوز باتشر ميت بوز بس هات برجر ستيك برجر لام تاندرلوين also as well from T-bone steak and we have shashlik kebab it's from Turkish also and ribeye steak also have delmonico steak this is so better all meat is inside from dry edge inside the dry edge 29 maybe 32 days. And all the meat is imported or yeah. It's okay? Yeah, imported. Only because imported is meat. And if you want, I will make it for you. I will make it for you beef ribs. This is meat from Turkey, but cooking from Argentina. Together barbecue sauce. So delicious. Our restaurant is so popular. Beautiful. Medium, yeah. Tender, juicy. Yeah. You like it? Which one I will make for you? I'm okay. Yeah, okay. Half tenderloin beef, half sirloin beef. This one is bone, it's T-bone. Like it. I will make for you medium. It's so delicious. So delicious. My love. Meat is my love. No? Yeah. Oh. Wow! Mr. Anthony, welcome to Lavinto. حتى ريحتها كتير حلوة، الشو كتير حلو عم بيقصها مثل الزبدة.
أمازن أمازن أمازن. فيها 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 بادي فيها تكستشر يعني فيها بتحسه فيها بس من جوا ماي جوسي كتير منه ناشفة منه منشفة بعدين الملح في شوية بهارات رائعة رائعة وطعم الفحم اللي تحته اكسلنت كواليتي نوعية رائعة. ستريت فود أكيد والمناطق الشعبية أكيد بس في مطاعم فيها خير وبركة وأكلهم كتير طيب بيناتهم لافينتو من الفوتة الاستقبال رائع المحل بياخد العقل في أجواء حلوة ديكور كتير حلو الموسيقى حلوة بتحسوا حالكم سفرتوا على تركيا على اسطنبول انتوا هون بلا ما تشرحوا أتكت وبعدين شاف الشباب بالمطبخ المطبخ مفتوح الروايح بتاخد العقل وساعة اللي بيوصل وبيشتغل لايف قدامكم بفرجيكم لحمة هالقد مهمة معتقة أكتر من 29 يوم يعني منشيل منها كل المي يعني منشفة مظبوط يعني مرتاحة مظبوط رائع. نسيت لكم على فينتو صار له بس 3 اشهر فاتح وفعلا بيستاهل تعملوا زياره وتدعموه قصه كبيره. بوتيتو بوتيتو كومبير مثل جاكيت بوتيتو بطاطا من جوا برا من جوا معموله مثل البيوريه شكل حلو تتاكل مع عشرتها. كل العالم بتعطي بطاطا مقلية هاي اهم This low kumbi. This is from tenderloin. Also shashlik. This is also from tenderloin. Beautiful. جوسي اميزنج بيوتيفل واو مثل بونبوني مثل اسنان بفوتوا جوا وبتفقع من جوا كتير جوسي انا ما بعرف ايش ما كان عم يعطيني من هاي وانا كمان بدي هاي حبيتها كتير واو كل لحمة طعمتها شيء كل وحدة فيها خبرة كل وحدة فيها كل وحدة فيها قصة رائع 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 10 10 رحت لعنده تأشكره تقول له انه خلص اوكي بشكرك كثير انا رح ضلني كف قال لي وين رايح اقعد جاي القصة الكبيرة بعد فيه مرحبا Sado beef ribs, meat from Turkey, and cooking from Argentina. I will not make for this. Yo, so are you? So juicy. My God. هاي لحمة أو زبدة. It's butter. هاي لحمة أو زبدة. بتدوب بتدوب بتروب بتروح على الآخر. واو الطعم يطلع على الرأس. You're the best man. Amazing. Amazing. Recommended. 10 over 10. رجع. مظفر شيف مظفر تعالوا تعرفوا عليه لأنه بطل. بتنقطع الكهرباء وهي هي زيت شيء بكل بلدان العالم مثلنا بنقطع الكهرباء كعادة ومن كافي رومانتيك انا وياك كريم قطلي ايدي
الشبيبة كلها اجت من تركيا، الستاف كله من تركيا، الاجواء كتير حلوة فعلا، الشيف كتير مهضوم، الاكلات عظيمين. انا برجع اكيد طلع الشغل اللي عن جد برجع بكل قوة برجع. يلا مشوارنا بكفي من بعد ما نخلصها. بسيول صوص ستروبري بيتر and the amazing cocktail pina colada. رائع. Have a nice drink, sir. بشكرك كتير. هي خبرة، هي ألوان، هي أكل طيب وما بتخلص هيك. هي 3-4 ساعات يعني، واحد بيعبي نهار وبيجي لهون بيعبي نهار. بعد فيه paradise for the road. Hello, yes. Tariq. Bye guys. Bye. Thank you. Bye bye. اجى المعلم هو بدي اعملها. صار في خبز وملح بينه وبينه. تجربة رائعة 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 من الأول للآخر. على أساس أنه نص ساعة، راحت له القصة ساعتين ونص. بحروح الضوء في لحمة، في برجرز بس اسمه صاج البديع، شو ببيع ما بعرف، في ساندويش مكتوب عليه إذا جربتها ما راح تنسى طعمتها. وأنا جوعان نشوف شو عندهم. شو بياكلوا عندكم؟ صاج دجاج، صاج لحم، كنتاكي، زنجر، همبرجر، إيطالي، بيتزا، شاورما لحم، شاورما دجاج، فاهيتا، سكالوب، بيتزا بنواحة، بيتزا لحم، بيتزا دجاج، بيتزا خضار، بيتزا وبعد فيه؟ نعم، بيتزا بفروني. تك كباب قصد جناح خاصة العوائش. قلت لك صورنا احنا بنحبكم، كلنا بنحبكم اللبنانيين، بنموت فيكم. بلش بالصاج لحمة لأنه اسم المحل هيك. عجينة كتير 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 رقيقة فيها
شوية لحمة، شوية بطاطا محمصة. كتير رقيقة، قرشتها كتير حلوة، لحمتها كتير طرية، وحبتين بطاطا على جنب بس للطعمة. لا حبيتها، لذيذة كتير، فطورة مهضومة. ما فيها بندورة، ما فيها خضرة، فيها لحمة ملية وخبزة رقيقة، طعمتها كتير قوي. مش بس هيك، عندهم شيء اسمه التلياني، شكله مثل البيتزا ملفوفة، خبزة، جبنة، اللي هي أكيد أهلا وسهلا فيكم العراق. طعمة العجينة، سكر، حليب، ريحتها حلوة مثل خبز الحليب المعقولية، اللحمة طرية جوا قوية، احساس اوروبي مع نفس عراقي. منيحة هاي. اهلا وسهلا. حلوين ها؟ حلوين، ما تقولوا إلي لأنه كله على الميزان، كله كتير بروفيشنال. الخبرية مثل ما هي، وصلت على البيت آخر مرة، وصل لي إيميل حدا عم بخبرني عم بيقول لي نشكرك لأنه جيت لعنا، دكتور برجر، دكتور شاورما، إيه تبع بغداد. انبسطت كتير وانتبهت وقلت إنه هول الجماعة عن جد كتير بروفيشنال وكتير محترمين، لأنه حبيتهم المرة الماضية قلت ليش ما عملهم زيارة عن جديد. هالمرة واحدة بالساج وواحدة بخبز الفرنجي، هيك تندوق واعطيكم رأيي. ساج محمصة حلوة، محشية، بندورة، شوية طراطور، بطاطا على الطرف، كتير لحمة بالنص. طرية، لذيذة، حامضة. كتير مهمة، كتير كتير مهمة. عبي الراس. هيدا شغلة كبيرة، هيدا نقصة بالنص. ليك ملا خبزة، ليك ليك كيف عم تفرط. بندورة، شوية لحمة، خبزة فرنسوية مع شوية سمسم بالنص. شو كتير طيبة عبيل قلصة كلها. تراكس عالساحة، شباب بيزين بيلف بيقص، طيبة، فيها نفس، فيها حياة، لحمتها عظيمة، بندوريتها طازة وطحينية بتعطيها هل يلي بتزكزك سقف الحلق. سيري شوكولاتة، هاي طيب حطوق اعتيبك عظيم. شو؟ شو؟ مين مالك؟
يكون مزبوط من احلى الجوامع اللي فايت عليهم، وبشكر كتير الشيخ اللي استقبلني، فات معي لجوا ضحك على وجهه وخبرني قد ما بيقدر من خبريات هذا الجامع. ترجيته تخبرنا عنه، قال لي لا لا انا بخبرك اياهم وانت قول ان شاء الله ما انسى شيء. هذا الجامع بلش عماره بال 1938، كان اسمه جامع فيصل الاول، بال 1958 افتتح، وبعدين تغير اسمه صار يسموه جامع الشهيد لانه هون على ساحه الشهداء، بعدين بثالث اسم اجي اللي هو 17 رمضان، وبعده اليوم اسمه 17 رمضان. واحد من احلى الجوامع. خبرني بالاخر قال لي خبرك شغله، في اثنين لبنانيه هن صمموه منقوش على الطريقه المغربيه بالحجر، حبه حد تانية رائع نظيف ولا شريط، الصوت بقلبه كتير حلو، فيه خشوع كتير حلو. هيدا الجامع صار لي 4 سفرات، صار لي تقريبا 3 أشهر بيجي على بغداد، وبقطع قدامه وبقول بدي فوت صوره، بس هني بيفتحوا بس نص ساعة قبل الصلاة ونص ساعة بعد الصلاة. بيستاهل تنطروا وقت الصلاة هلأ ساعة 7:45 وتفوتوا تشوفوا وتصلوا بهيدا الجامع. المربع أبيض ألوانه حلوين رائع. والدي كان هنا يعني قديم، والدي المحل ما له ارمه ما له شيء لا لا ما هو الناس تعرف معروفين هنا بالمعلاق والكذا معروفين صار وايد، ابوي صار له 45 سنه هنا وفي اجر وناس تجي لعندك لانه لقمه طيبه. ايه تعرف صار جاي لعندك 3 مرات وبلاقيه مسكر، ما صار اي ساعه تفتحه برمضان شيء كنا صايمين ولا عزلنا ففتحنا على رمضان. نفتح من شيء 10 شيء 12 بالليل. بياكلوا عندكم لحمه؟ لحمه مشويه كله غنم عراقي. غنم عراقي تمام. طيب مندوب اكل عندي سنه خالص. ليتس جو. في ناس تاكل بالليل؟ ايوه من 3 الصبح للصبح. ايوه لحمه؟ اي لحمه. كيف بيض ولحمه 3 الصبح؟ عندي شكلين باسترما وبيض عروق. بفوت بينام؟ ايوه لا يقول الشغل كيف؟ اروح الشغل بيجي 3 بياكل بروح 6 على الشغل. اي يعني بدك توعيني تنتين تجي لعندك تعرف عليك؟ اجي عليك على السريع. بيت مالي هنا والمطعم مالي هناك. شو اسم المحل؟ شو اسم المطعم؟ مشويات ابو علي. طب خلص عشان اشل عندك الصبح شكله يعني بتستاهل الوعي. ايوه 3 الصبح عندنا موعد. قاعد على الطريق. تفضل يا شباب، اهلا وسهلا فيكم، بيكم كلنا مع بعضنا. هلا انا باكل قد 5 بس انه شلاد مطعم بلا ارمه فاتح صار له كتير زمان، الوالد وهلا الاولاد مشهور باللحمه، بندوره مشويه، بصل خيار، صمون طري، واكيد واهم شيء السوداء. راح ما بتعلو. طيب طريه مشويه صح؟ كتير طيبه. تكه او اللحمه شوي معليه
غنمت امبارح مريحه. واو من جوا كلها مي طعمه جوسي شافت لي في الدواء كله طيب عن جد كله طيب وشوية كباب بطل. ثلاث مرات جيت اشوف زفتحين وثلاث مرات كانوا مسكرين. الكباب العراقي شقف اللي تحميصة من برا. شو يا كوساي؟ لك هذا هذا شو عايفيني صدق؟ شميت راحت الاكل ها؟ والله هات خبز ويلا روعة 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 روعة. انا عم بيلي بطاطا البندورة مشوية على الفحم ونرجع على هاي لانه رائعة. نقول نحن مجزرة لحمة مش معقول. دوق دوق بطل ملك السودا شو بتسموه انتو؟ معلاك معلاك ملك المعلاك. كيفك؟ اكل معي منون. وحياتك طيبين والله منون. عفوا منك. انا متابعك على اليوتيوب. بشكرك بشكرك. هاي شيء واطيبك بتعقل. هذا هو هيدا خلاصه صغيره عن الشعب العراقي. الاستقبال الاحترام الضحكه تفضل تفضل لعنا على البيت. شوفوا على الطياره تشرفنا على البيت طعنا عنا على البيت روعه. بدنا نرجع عند الزلمه المعلق بيربح 10 10 عندك هناك. بس فكرة أساسية دايما تعلمناها ومش الحال نحطهم بقلب الفنجان بقلب بقلب الصحن كرمال يسقعوا شوي. نعمل هيك تمام على الأرض وسخنين. كيف أصابيعك شو ودغري دغري بينشروا هيك بيسقعوا دغري. هذا شاي كتير طيب كتير كتير طيب. عنده طريقة ببغداد بنشف سقف الحلق طلبوه بلا سكر صدموا فيها أكل. مقطع من أغاني سيدة كوكب الشرق أم كلثوم. شيخ الدنيا زهور على طول وشموع على طول زهور على طول. الله يا حبيبي على حبك. بغداد الصبح بغداد الغداء بغداد الليل بغداد الصبح والترويقة والناس اللي فوق بعضها على الغداء. المطاعم كلها مفولة والرز واللحمة وعشية اسم الله عليهم عجقة عجقة عجقة. بيقولوا عن كتير مدن بالعالم ما بتنام بغداد ما بتنام. وروح الضو بتضوي ويلا للساعة واحدة أكل عجقة ناس. نيكست صار بدها برجر بعد ما أكلنا برجر بغداد. برجر
سكواد برجر كاميون واقف على جنب الطريق مجرور جار بسيارة روسية قديمة سكواد برجر. سعيد محل كتير حلو كان واحد طالع بالحرب شفت الجهاز برا الوكي توكي السيارة الروسية القديمة خبرني شو عن هالفكرة وهون في الفكرة ديزاينها ماخذيها من الميليتري العسكر اسم المطعم سكول برجر اسماء وجباتنا على اسماء الهيروشيما الصواريخ سكود الكلاشينكوف فكل ايتم مسمينه باسم عسكري يختلف عن الايتم الثاني بالطعم ومستوحى من العسكر فرعين ان فرع في اربيل في شارع غزالي والفرع الثاني في المنصور جود الحمد لله عظيم الحمد لله عزور هيروشيما لحم فيها بصل مشوي على الجريل وطماطم بندورة مشوية على الجريل وجبنة ما خبرتك انا الشيف من لبنان عبده من الهرمل لك ايه مش حيالله Lebanon, we ordered Hiroshima burger. Launching now, eating, filling the stomach. Bye. هول لطري واحدة هنا واحدة. خاصك بدكم ذوق حلو عربي غير شكل حلو عراقي على الطريقه العراقيه الحلو المظبوط القطر المظبوط القرشه المظبوطه والفستق المظبوط عند الخاصك حبه حلوه سكرها خفيف حتى لو قطر عم نقط هيك قرشتها كثير حلوه تبلش من فوق لتحت ومن فوق فيكي الفستق قرشه حلوه وما بيعلق ابدا حبيتهم هاي تاني مرة بدوقهم ومن أهم حلو عربي ببغداد هول أول قصة كبيرة هول واحد يبلش ما يوقف بيدوبه بيفقع تحت السنين شوكولا بوزة حلويات وأكيد من السما هيدا حلو واحد هيدا بيجوا من كل العالم على بغداد تيدوا هاي قصة كبيرة شو البيت الأبيض هو ممنوع تصوير شيل تلفون من إيدك ممنوع تصوير شيل تلفون من إيدك كلهم حبتين حلو محطوطين على الصينية ماشي الحال هلأ عند علي اللامي علي اللامي مهم ببغداد مثل هلقد بعرفك بلبنان هلقد محل قديم كتير مشهور ستريت فود عراقي البرجر عندهم الشاورما الناس واقفة بالصف لبرا كل نهار يعني واحد بيوصل لهون ما بيقدر ما يعمله زيارة مش أول مرة تاني مرة أول مرة بتذكر أكلت برجر بهاراته خبزته لحمته انبسطت فيه كتير ذكرني بالطفولة وبلقمة البيت اليوم شو بدنا نجرب هلا انا قلت بدي ادوق شيء ثاني بس انا تحمست رجع شفت البرجر يعني شفت الشباب عم تاكل برجر شاورما لحم لحم ودبل تشيز برجر برجر دبل حبيت منيح كم سنه صار لكم من
فينا محل صغير سنة 1971 من 50 سنة وأكثر. أي وبدأ التوسع مالته بصورة تدريجية يعني كل سنة ينضاف له بشيء. ليش مشهور هذا؟ والله يعني هاي لها عوامل كثيرة. أولها النظافة، واثنين حسن التعامل، ثلاثة الإخلاص، وأربعة النظام، نظام داخلي ونظام خارجي. اسمع لك كم شخص عم يشتغلوا بالمطبخ؟ شفت لي شيء 10 أشخاص 15 شخص؟ يعني حوالي 60 عامل بين الشفت الصباحي وبين الشفت المسائي. الناس لشو بتقصدكم؟ شو أشهر شيء عندكم؟ شو أطيب شيء عندكم؟ والله هذا يعتمد على الزبون، بس الشائع إنه الأكلات بالتدريج الهمبرجر شهر أكثر من الباقيات. ليش؟ لأن هو أول ما بدأ بالهمبرجر فالناس يعني المتذوق من الخارج أو من داخل العراق ومن مناطق مختلفة يقال إنه الهمبرجر إنه بس مذاق خاص موجود عند البقية. هيدا عن جد شغلة مهمة لأنه خلونا نفوت على المطبخ. قليل الناس فاتت لهون كتير قليل، حتى برا مريض بقولوا يعني ما بيحبوا كتير التصوير، فأنا كتير بقدر احترامه ومحبتهم إلي كتير مبسوط. عم نحكي النظافة المضبوطة، الشغل نظيف، المطبخ ركد مثل كأنكم عن ماكدونالدز، يعني عم نحكي ب 15 برجر ورا بعضهم. البطاطا المقلية هون بالدور، الزيت لونه فاتح فعلا، شيء قليل ما ينشاف بهالمنطقة. شو حلو كريم، هن بيعملوا الخبز تبع الهامبرجر عندهم. لك النظافة، لك الأفران، هول الافرام تلاقيهم بايطاليا، الخبزة اللي نحن بنكلها بنبسط فيها برا، هاي الخبزة يلي قشرتها شوي سميكة فيها علكة كتير حلوة، تنعمل هون، ما بيجيبوا شي من برا. مين بيقول؟ ناس واقفة برا وعجقة وناس فوق بعضها ويلا يلا يلا يلا، بس ورا في شغل، في آلاف الأمتار من الشغل، من المعامل، من الأفران، وإن شاء الله شنهار نجي نصورها على ضو. هاي تنعمل هون، واللحمة كله هون. برافو، شو معمل هيدا؟ مش مستشفى، هيدا ملحمة، هاي ملحمة، ايه مش مستشفى، ملحمة نظيفة في بغداد. شو حلو اللحمة بتجي تبع الشاورما، بتنحط هون بتريح مع التلج، بينزل منها كل الدم، بتشيل منها كل المي قبل ما تنشك بالشاورما، منشان هيك واحدة من أطيب الشاورما موجودة بالبلد، لأن تنشغل صح على وقت طويل. هذا راح ينذب ويتنشف ويطلع لحمة صافية. أنا بشكركم على الثقة، بشكركم على يعني مش محضرين، التقيت فيه وقلت لي تعال تفوتك، مش أنه عم بتنطفوا كرمالي، واضح الشغل الصح. أنا بشكركم على الثقة، يعني ما بعت كتير قليل الناس اللي فاتت لهون. الدجاج منه وبرا حتى لا يفقد القيمة الغذائية، باشر يشتغل ويتخمر ونبيعه للناس. عشرة طن غاز، موتورات إلو، معمل. نحن صرنا برا برادات 300 400 500 متر مربع برادات بس. بطاطا طيبة، ما في ريحة زيت، مقلية مظبوط، ملوحتها مظبوط، هاي الخبزة بتنعمل هون، الحتة بتاخد العقل، خبزة فرنجي باب أول، برجر طلع قديش كبير، وين في برجر هالقد كبير؟ شقفتين، لحمة، كاتشب، بندورة، ومندوق. حبيته من أول مرة، بهاراته كتير قوية، كتير تقليدية عراقية، الخبزة عظيمة، طلعوا إشي من برا، كتير حبيته. شقفتين لحمة،
لحمة ولا خبز ولا بيض، لحمة. لونها بيحكي عنها، بهاراتها بتحكي عنها، ما بتعلق، ما بتزيزق، طعمتها واحدة عظيمة عن جد. بطل هيك نكف لحمة شاورما، لحمة منقوعة مشغولة تنعلك، طلعت كتير لذيذة. اسكرب الدجاج هاي شو ها؟ روعة هاي؟ بتعرف شو بده؟ بده عمبة. اوه ماي جاد شو طيبة، رائع. وبيحكوا عن اللحمة، هات تندورة. قبل ما نفوت قلتلكن أشهر من بعلبك بلبنان علي لامي، أسطورة. كيف من ماك الماضي؟ بعرف مهم، بعرف مشهور، بس ما كنت عم بفهم ليش اللي شفته جوا بيدوخ. معمل معمل فرع واحد، ما في غيره، واحد ببغداد واحد بالعراق. بسم الله الخبز هن بيعملوه، هذا الخبز بنعمل هون، معامل للخبز، برادات للحمة، برادات للدجاج، النقعة المضبوطة، البطاطا كيف بعرف؟ تعقد. دجاج روعة، شاورما مثل ما لازم، والبرجر ما بينشبع منه. اشكركم على استقبالي. يعني اشكركم على السلامة. قعدت على مكتبك تاكل. اهلا وسهلا. وعم بيقول لي العم، عم بيقول لي شو بك ما اكلت؟ قلت له 10 بالليل. قال لي اوه بعد السهره باولها، نحن 10 بالليل بناكل كل شيء. الحمد لله. عن جد عن جد. ونذكر الاستاذ علي اللامي اكيد بنعمل له زياره ساعه بيرجع. اكيد اكيد. يلا بنرجع نعمل لكم زياره ونفرجيكم الخبزه كيف تنعمل. هيك بتخلص اليوم، نهار طويل كتير، بلش على ضو وخلص على العتمة، عجقة 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 عجقة، فيها جو، فيها حياة بتطلع من الأرض. أكل كتير طيب، اكتشافات بتاخذ العالم روعة. كل مرة برجع لهون بقول صاروا 15 حلقة ببغداد، بعد في شي تتصور؟ بعد في كتير ما بينشبع منها، وعم فرجيكم إياها بصورة جديدة مثل ما حدا نصورها قبل ولا حدا نشافها. بغداد الآمنة اللي عم بتعيش، اللي عم بتقوم، يلي الناس فيها ما بتنام. شو هنأكل بكرة؟ طيب الحلقة اللي بعدها. اوه الأجواء كتير حلوة. You're my new friend. I eat when I come from electricity. تو. طيب يا رنجي. الاكسبيرينس رائع. شو يعني اكسبيرينس؟ لا انجليزي. طيب بعد كل اوكي بدي ارجع فيهم بالراس. 3 الصبح بدي اكل. وعندي صبايا مين يا بنات؟ امي جيني امي. مش ثلاثة. يلا حجي كل دق لك كل ها كل كم واحدة لك واحدة لك كل هاي سخنة كتير 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 سخنة. نقطع الطريق، منعيش ما منعيش، نلتقى سوا أو ما منلتقى سوا بالحلقة اللي بعدها. أوكي ركز على الطريق. أخذنا عن جد بشيلك 100 نقطة يعني. من هون؟ لا خي شون كاتل النساء. ترى يا رام خلو. 4-1-4 بتشتري؟ 4-4. 414. قوم جلد معي قوم. شو أنا بس؟